دائما عار يعني وبدون ملابس. فكان جواب الشيخ آنذاك أنه أنت مفلس يعني، وكان يقصد مفلس ماديا يعني. طبعا هو هذا الجواب الحقيقة إلى يعني نقدر نقول جواب صحيح إلى حد ما، لكن هو مو جواب الشافي أبدا. عليكم السلام أنجليكا بيبي. جواب أبدا مو شافي، لأنه الإفلاس مو بضر أن يكون مادي يعني، هو قد يكون مفلس ثقافيا، قد يكون مفلس علميا بالحياة الاعتيادية، لكن يشعر بإحباطات فانعكست انعكس هذا الجانب على في المنام. قد يكون مفلس من الناحية الاجتماعية، يشعر بأنه غير قادر على أن يتخطى أمور اجتماعية كثيرة، مثل الزواج مثلا، أو مثل تكوين عائلة، أو مثل تكوين أسرة أو أطفال. فالخوف الموجود في داخله يعكس هذا الجانب باللا شعور، فيظهر وكأنه عاري. عدم تعزيز الذات يعني هو يدخل في الإفلاس بشكل عام، وليس الإفلاس المالي. فهذا يدخل أيضا في باب الأحلام، نقدر نسميها الأحلام اللي غالبية البشر يحلموها. طبعا أنا استوقفني هذا الشخص، وحقيقة في وقتها يعني أخذته على جنب وحاولت أن أسأل بعض الأسئلة. تفسير الحلم مو من السهولة يعني، مال أنه بمجرد أن شخص يقول لي أني أحلم بأنه أني عاري رأسا، أنطي تفسير يعني سريع جدا وكأنه واثق من نفسي بهذا الجانب يعني. هنا علينا أن نبحث هذا الشخص شاف نفسه عاري في أي مكان، في أي زمان، وضعية الحلم لما حلم هذا، هل هذا الحلم متكرر دائما يشوفه؟ هل هذا الحلم كان في أي فترة؟ فترة الفجر، فترة الظهيرة، فترة الليل، فترة طيب شنو الرموز الأخرى اللي شافها بالحلم مثلا؟ يعني هل هو وحده كان عاري؟ هل الرموز الثانوية الموجودة في الحلم شنو؟ ففهمت من عنده طبعا، وكان واحد من ضمن الأسئلة اللي سألت لها، هل هو يعني من طبقة أو من بيئة ريفية أم من بيئة مدنية؟ والحقيقة يعني عرفت بأنه شخص من طبقة ريفية. الحلم اللي كان يتوارد إليه ودائما يتكرر إليه هذا الشخص طبعا، أنه دائما يركض في مزرعة ويركض عاري بدون ملابس، وحياة صغيرة يعني، هو وصف لها صغيرة جدا وفي نفس الوقت نحيفة، تحاول أن يعني أن تقرصه وكذا، هو مدى تقدر توصل إليه، وهو دا يبتعد من عندها، وطبعا يصرخ في الحلم أو ما إلى ذلك. طبعا يعني من خلال سؤالي وجوابه هو باعتباره من محافظات ومن طبقة فلاحية، الحلم أصبح واضح يعني. لما يحلم هو في مزرعة، فهذه المزرعة هي مو بعيدة عليه، إذن هذا الحلم ما بيفد إدلالات جديدة يعني. المزرعة هي موجودة في عقل الباطن، هي نشئت أساسا، فبالتالي لما يظهر لها أو يراها في الحلم فهذا فشيء اعتيادي. لكن العري هنا هي مخاوف، الحقيقة مخاوف من أمور كثيرة، وأنا وجدت أنه هذا الشخص يعني حقيقة عنده مخاوف من أمور كثيرة. بلغ 50 من العمر ولم يتزوج إلى الآن، لأنه متخوف من أن يصاب بنكسة معينة أو ما إلى ذلك، ويتخوف من أن يدخل في مشروع تجاري معين، مع العلم أنه كشخص أكد لي بأنه ما عنده حاجة إلى المال يعني، مكتفي ماليا. لهذا كان تفسير الشيخ أو السيد إله كان تفسير غير مشفي يعني، غير واضح جدا. طبعا الأفاعي بالحلم وبالأخص لما كانت هذه الأفاعي صغيرة ونحيفة، طبعا الأفعى تدخل بثلاث أبواب بالأحلام أعزائي. الأفعى تدخل بباب العدو، وبالأخص العدو الصديق يعني الأصدقاء الأعداء، وتدخل في باب الكبت الجنسي، وتدخل في باب الخوف من شيء مجهول يعني. هالثلاث أشياء ممكن تدخل فيها الأفاعي. يعني علينا أن نفتح الرموز بالبداية، وبعدين نحاول نشوف وضعية الشخص، وضعية حالته النفسية شنو هي،
أو وضعيته الاجتماعية شنو هي، ومن خلالها نقدر أن نفتح هذه الأبواب. فطبعا الشخص يعني التفسير واضح جدا بأنه عنده كبوتات كثيرة الحقيقة في حياته، ومتخوف من أمور كثيرة، وفي نفس الوقت عنده شك أيضا من قبل الناس اللي من حوله، من قبل الناس اللي من حوله، من خلال حسد أو من خلال بغض أو ما إلى ذلك. من ضمن الأحلام الأخرى أيضا اللي نسميها الأحلام المتداولة عند البشر، السقوط من مكان عالي. السقوط من مكان عالي طبعا هذا يأتي نتيجة لخوف من شيء معين. أعزائي، السقوط من مكان عالي، الإنسان طبعا هذا من الأحلام المتداولة عند البشر، أيضا يعتبر متداول. الإنسان يشعر بشكل عام بأنه يعني بالحياة الاعتيادية من الخوف من الأشخاص اللي من حوله، يعني هو يخاف من مو فقط الأشخاص، من تطبيق القانون، من الأمور اللي من حوله تكون، فهو يشعر بخوف معين. ينعكس هذا الخوف باللاشعور. فالمكان العالي هو تعزيز الذات، المكان العالي بالنسبة للإنسان في الحلم هو ذات العالية. أما السقوط من المكان العالي إلى 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 أسفل، فمعناته أنه هذا الشخص عنده خوف من عدم تعزيز ذاته العالية، فبالتالي هو خوف من الناس أو من المحيط اللي من حوله، وهذا عادة من الأحلام اللي تكون دائما متداولة أو غالبا ما تكون متداولة عند البشر. طبعا يعني هنالك من الأحلام أيضا المتداولة مثلا الطيران بالهواء، يعني تشوف نفسك طاير وتحلق، وهذا طبعا يدخل في باب الكبت النفسي. يعني الإنسان بالحياة الاعتيادية يشعر بأنه مقيد، مقيد ضمن أطر الدين، مقيد ضمن العرف الاجتماعي، مقيد ضمن القانون، مقيد ضمن أمور كثيرة. الحقيقة هنالك بعض الأشياء ممكن يتحدثها أمام الناس، لكن قد لا يستطيع أن يتحدث أمور كثيرة. هو لا يستطيع أن 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 يتحدث بأمور ضد الدين أو ضد مثلا العرف الاجتماعي أو ضد يعني أمور كثيرة مكبلة بالحياة، ضد القانون، أمور كثيرة ما يقدر يتحدث بها، فتنعكس في عقل الباطن فيشعر أنه يطير. يعني هي رغبة إلى الحرية، رغبة إلى كسر هذه القيود الموجودة بالعقل الظاهر، لا شعور يظهرها كأنه يطير، أي يكسر هذه القيود بشكل عام. طبعا نحاول قدر الإمكان أرجع إن شاء الله إلى كل الأسئلة اللي تسألوها بالعام، بس أحاول أن أوضح بعض المفاهيم عن بعض الأحلام. طبعا أكو نوع آخر من الأحلام نقدر نسميه الأحلام اللي تحقيق الأماني، يعني الإنسان من خلال الحلم يحقق فد أمنية معينة ما قدر بالواقع أن يحققها، وهي تدخل أيضا في باب الهروب من الواقع، وهذه قد تكون رحمة أو قد تكون فد شيء يعني فد إعاز مفيد بالنسبة للإنسان، يرفع من حالته المعنوية وينطيه فد نوع من الشجاعة. هناك بعض البشر الحقيقة غير قادرين على مجابهة أشخاص آخرين بالحياة الاعتيادية، كان يكون مثلا غير قادر على مجابهة خصم إله، وتكون عنده دائما إحباطات كبيرة أو كثيرة بالواقع الاعتيادي العام من خلال العقل الظاهر. فبالعقل الباطن تظهر إلى هذه الأشياء لكن بشكل جميل جدا أنا أسميها، يعني مثلا يظهر نفسه كأنه وكأنه منقض على ذئب مثلا، أو يظهر بالحلم وكأنه يصارع أسد ويقتل هذا الأسد مثلا. طبعا الحقيقة هي الأسد هذا يمثل العدو مالته أو الذئب كذلك، هذه كلها تظهر بالحلم كدافع حتى ينطي فد نوع من الشعور بأنه قادر على أن يعزز ذاته بالحلم، لأنه لم يستطع أن يعزز ذاته بالحياة الاعتيادية أو من خلال العقل الظاهر. هذه تقريبا بشكل عام يعني أقدر أقول أنواع متعددة يعني بالنسبة إلى الأحلام. إن شاء الله أنا راح أحاول ندخل نحاول أن يعني نشوف أسئلة الموجودين إن شاء الله.
لكن أريد قبل أدخل إلى هذا الجانب شوية أيضا أذكر بعض الرموز الموجودة بالأحلام، وأشرح بعض الشروحات عن بعض الأشياء الخاصة بالأحلام أيضا. بعض يعني الحلم عادة اللي نأخذه بنظر الاعتبار أعزائي، الأحلام المتكررة مثل ما ذكرت هي أحلام تؤخذ بنظر الاعتبار. الشخصيات اللي المتكررة بالحلم ظهورها مهم جدا، يعني لما نشوف شخصية في حلم واحد تتكرر أكثر من مرة أخذوها بنظر الاعتبار، لأنه هذه الشخصية إلها فد صدى أو إلها فد 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 لغز أو إلها فد فد شيء معين في من خلال تفسير الحلم. المقطع المتكرر أيضا إلى مهم أيضا، الرمز المتكرر إلى رمز وليست الشخصية الآن، الظهور الشخص المألوف في دور غير مألوف، هذه نقطة جدا مهمة. يعني شخص احنا اعتادينا عليه مثلا انه شخص هذا صادق بالحياة، بالحياة الاعتيادية نتعامل معه صادق، لكن نشوفه مثلا بالمنام شخص كاذب، او مثلا نشوف شخص رجل دين وقور جدا نحترمه ونقدره بالحياة الاعتيادية، لكن نشوفه في المنام كشخص يعني بصورة سيئة جدا. هذه جدا مهمة أعزائي، يعني بتفسير الحلم جدا مهمة وإلها مدلولات، يعني مدلولات مهمة بتفسير الحلم. الأشخاص المنسيين بالحياة الاعتيادية، حالة اليقظة لما أنت شخص مو في بالك ورأسا تحلم فيه بالحلم، كان تكون مثلا يعني مطربة أو ممثلة أو يعني هؤلاء الأشخاص يعني اللي ما موجودين في بالك في الحياة الاعتيادية، أو أساساً أنت ما مفكر بيهم وتشوفهم بالحلم، أيضاً يكون لهم دور كبير جداً في تفسير الحلم. أنت كشخص كحالم لما تشوف نفسك بشخصية مو هي شخصيتك، هذه أيضاً تلعب دور كبير جداً في تفسير الحلم. يعني هذه الأشياء أعزائي تؤخذ كرؤوس أقلام في تفسير أي حلم. يعني أنت كإنسان ممكن أن تفسر حلمك من خلال هذه الأشياء وهذه الملاحظات المهمة اللي دا أوضحها. اختلاف العمر، اختلاف العمر جدا مهم بالحلم. تشوف شخص مثلا هو كبير تشوفه صغير، انتبه هاي نقطة كلش مهمة، هذه معناته أنه هذا الشخص راح يرجع إلى الوراء، هذا الشخص راح يرجع إلى يعني إذا كان عنده أهداف معينة فهذا الشخص راح يخفق في أهدافه وراح يرجع إلى الوراء. الميت إذا أنت عادة مثلا شخص ميت وشفته بهيئة صغيرة أو بعمر صغير في المنام، هذا معناه أنه هذا الشخص يعني هي دافع أو فد علامة أو فد إعاز معين أنه هذا الشخص تقل ذنوبه أو يعني عنده فد شعور إيجابي بالنسبة له، لأنه عادة الطفل بالأخص يعني معروفة أثناء الحساب والعقاب والحساب أو ما إلى ذلك، الطفل ذنوبه قليلة، فإذا هو كان شخص كبير بالسن ومات وشفته صغير فهذه معناته أنه هذا ذنوبه قليلة أو تقل ذنوبه، فهذا فد شيء جيد وفد إعاز أيضا إيجابي بالنسبة إلى الشخص الحالم. هنالك نوع من الأحلام الخالية من المضمون، يعني مثلا شخص يتناول نسبة أو كمية كبيرة جدا من الكحوليات أو من المخدرات ويحلم، الحقيقة هذا الشخص يعني أحلامه هي ما تنطبع إلى شيء إلى علاقة بالواقع، سواء كان الواقع الحالي أو المستقبل أو حتى ما إلى علاقة بالماضي، لأنه هذا الحلم اللي إجا نتيجة لتناول تناول نسبة كبيرة جدا قد تكون من الكحوليات أو من المخدرات أو ما إلى ذلك، هذه ما تؤخذ بتفاسير الأحلام. يعني الإنسان مثلا اللي شارب واصل مرحلة معينة من الشرب أو ما إلى ذلك وينام ويحلم ولو هذه قلة ما